افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بجاب عباب الحارة في سيارة موتورها كحل الشاب طيارة اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي والشباني والهندي مش ترياني أكون تبع المكاني لا تقولي تاني ولا ماني احضر أو نباني ضيق الوقت او ضيق نباني شو ثري بيختلف عن اللي قبله انه يمكن الناس صارت فاهمة احنا كيف الكوميديا تبعتنا اكتر فقدرنا ناخد راحتنا اكتر شوي مع انه اكتر مرة بكون الوقت فيها مضغوط يعني كنا بالعادة من السنة للسنة نحضر فكانت الامور كتير صعبة انك بدك تكتب وتمثل وتمنتج وتشتغل كل هذا الشغل بفترة بسيطة والصعب فيه كان انه احنا عم نصور وعم نعرض فردة فعل الناس ورياكشنهم كان الحمد لله انه كان ايجابي كان ممكن يأثر علينا بس الحمد لله عدت على خير. لا صراحة انا بدي احكي عن حالي انا بين المشاهد بحب كتير اركز في المشاهد اللي راح اصورها يعني بمسك النص بقعد مع المخرج بنقعد نقرأ تركيز هذا الناس راح تشوفه فرحنا يلا اوكي عليك نايس اهو روح جيبو جرحينا بس بودي بس والله وحش بس اسمع بدي اياك بس تركي عنده هلا هاي السنة كان عنا أبو تالا له حلقات أكثر يعني من المواسم الماضية أصحى من الصبح كبني آدم طبيعي بتحمم بطلع بمشط طمشيط أبو تالا بلبس السنان الخواتم بطلع على شارع أبو تالا وبعيش من أول يوم لآخر يوم أبو تالا ما كنتش أفصل في النص يعني خلاص أبو تالا متغدي معهم قاعد معهم يا عجم شباب تشتغل ليش مين اللي ما بشتغل أنت ليش تحكم أنت يا الله أيوة فالله يعين الشباب صراحة وهي محزوزة يلا يلا ماشي انا مساعدك يلا يا شباب باك تو من عند الوينز اكشن اهلا وسهلا اهلا وسهلا كمل الاكشن بس توين يا مناجي اكيد بتكون صعبت علي مش بس شخصيه انت كل خلصنا يا زلمة انت تشبعش نصور طب خلص ماشي ها شو ها حطها جوا سكرتها بقى اعطيني بدنا نخلص هلكتنا يا زلمة نازل فرم من الصبح خلص طيب ماشي يا اخو ما عملناش شيء شباب لا الاداء ما كان مقنع ابدا لا بدنا نعيد بس بدي فيها يعني هيك صاحبكم هو ومن انتم صغار يعني هيك روح طفوله هيك بنحب بعض اوكي بنحب بعض اوكي خلص 5 4 3 and action خلصنا نصور يلا يا خلاص بس خلص انا بدي اصور راح نلغي المشهد ونروح للي بعده للي بعده احسن السؤال صعب اصعب من المشهد مستحيل يعني الاجابه دائما على راس لساني مستحيل انه اجي احتار اصعب مشهد عملته في حبتين منوم الحلقه كامله مش انه والله فتره
حبتبه انه ما اكلت كفوف يا اخوان. اكلت اللي فيه النصيب منيح. مش لحالك يا حبيبي يا ماسي. لحالك يا زلمه. يا زلمه مش معقول. ما انكسر ظهره الزلمه. حتى اذا ما نفسي احمله سن اسبوع. ولا الكفوف اللي اكلتها يا زلمه. لا لا ما بنمثل يا اخوي هيك احنا. جد النب بقصرش في الضرب. مستحيل. انت ليش من خرك؟ نازل فينا بالخشب. بالخشب وبالحزمات. هذا كان يرميه علينا جنان المي. الشرنك. الله لا يسامحك. مستودع. بتحسه بصفي يعني. بصفي الثبات. فهمت علي؟ طب دقيقه يا اخوات دقيقه. قديش بتقعد تجهز قبل يعني عندك مشهد ابو طلال امتى بتبلش تجهز؟ ثواني يا بنت راسه هيك يا سير واحده عملنا ابو طلال. لا عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك طلال اخوي وش شعرات ابو طلال هسه كلنا اهلا ابو طلال. هلا ابو طلال يا اخوي الله يسعد دينك ابو طلال. يا شباب ابو طلال شرحت مش عارف حش عيدة عيدة صار يضحك صار يضحك طلعش اللي ما مش قادر ما يطلع يحلها اكشن مش لاقي غير المعلم من الشغلات المميزة بالتصوير انه في مشاهد كانت تكون بيني وبين ابوي على الحقيقة ويكون مثلا ممثل مع ابو تالا فبزبطش اتعامل معه انه ابوي ابدا تاخذ هاي خاوة هاي استخدامتك تاخذها خاوة اقول لك هو الدافع يا ارجع ولك يا سرسري يا ملعون الحمسي العالم قشما بالله قام انت ايدي عليك نزل ايدك ويلا توكل على الله روح وصلها وانت ساكت فلسفي ما بدي فكانت في مش انه يعطيني نظرة هيك بلحظة انه خلص اختصر يزن ارجع هذا ابوك بضل فحج منحبك طبعا تبع الصوت والمخرج والمايك صور المايك ناموا احنا مبلشين من 8 الساعة هلا 2:30 لسه عنا 5 مشاهد ثلاث مشاهد طبعا معدين الاسطورة معدين الرجل الذي لا ينام ايوه لقينا 3 مشاهد واليوم اخر يوم تصوير فالتعب خلص في اوجه مورو روح حبيبي خلصنا حلقة الكواليس يلا طبعا هان كان اخر يوم تصوير فلازم انا اركز منيح في اخر حلقه وما كنتش بدي استعجل فكنت تارك كل حدا على راحته عشان هيك تاخرنا يمكن 22 ساعه واحنا نصور فطبيعي انام صراحه انا هيك رايي ما اعرفش عنكم تجربتي كانت حلوه صراحه اول مره بخرج اشي كوميدي فكان بالاول الموضوع غريب علي بعديها خلص يعني اول ما صورنا اول حلقه سلك الموضوع بلشت استمتع كثير كان في جو ضحك كثير في مشاهد ما كنتش امسك حالي فيها أو شخصية أبو تالا بالذات أنا يعني بقدرش أقاوم فلما هو يضرب إشي نكتة شغلة عاملي أنا بسرعة بصير أضحك كونه كمان كنت أنا المصور فكان برضو لازم أركز على الكاميرا على شباب الكاميرا على الإضاءة كمان فبرضو هذا كان جانب ممتع ثاني أنا بحبه كثير طبعا كنت أخليهم يأخذوا راحتهم وأعطيهم مجال يضحك ويتخوثوا وكذا بس هذا الإشي ما بزبط عند مين يعني ساعد المخرج باك تو وان كيب روليك شباب باك تو وان يلا يلا يلا, يلا. تفاجأنا أنا وسارة صراحة من كمية ال كيف بدي أحكي لك الجدية في الشغل. ما تعمل عن بركة بعد عني ميت خلي بعد. البساط لا يزن من وراء. الصرامة السلاسة. حلوة بجي. واجد. لا 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 لسه لا. ما كان في ضحك كل حدا يمشي شباب وين يا زلمه مش تاخر كثير تفضل ايوه هذا المدير هيا روح حمزة ما كان يطلع صوت بالعكس عشان الأنبياء خلص يلا عندنا حلقات على اليوتيوب بوقتها عندنا حلقات على التلفزيون بوقتها صح؟
وضايل ربع ساعة للأذان ولسات ما عم ننزل بالحب. ما كان في أي إخوان جد أنا بكل تواضع مع احترامي لكم جميعا يعني والله الشباب بس أنا بحس حالي جد أنا أهم واحد بنبان شو ثري يعني مع جد بكل تواضع يعني أنت شاطرين يعني بس أهم واحد أنا بقول سلام ليش السمعنا حقد يتغدى ويطلع حرام هو رايح رايح يعني أهم واحد أهم واحد شوفك بس كلمتين سريعا سريعا مهمك بنشوفك دير بالك عرض وزنك أهم واحد الحمد لله على السلامة يا ابو السيك الله يسلمكم يا اخوان شو صار معك احكي لي يا اخوان صراحة انا مش كثير مهم يعني مهم شوي احيانا واحيانا مش مهم حكى احيانا شباب احيانا انا سمعت بقول لك احيانا اخوان صراحة انا مش مهم ابدا كمل بس انت معنا انا معكم قاعدك بس انا مقتنع بالمجهود لا خلص خلصت بنفع مع الدايت بيمشي الدايت قد ما تحكيش كثير كمل تربى ما شاء الله طب انت ابو سرد شو اصعب مشهد عملته الشيطان لانه ما كانش كثير مريح كان تغلب كثير كثير حلو الميك اب صراحه الميك اب والعدسات اول مره بحياتي بحط عدسات سمح لك تحكي حكى ما حكى صح سمح لك تحكي يا يزن احكي بالنوب ارفع ايدك بس اصعب مشهد جمله واحده مش اصعب مشهد راح احكي 10 ثواني 10 هاي انه اكثر مشهد والله بحبه بصراحه اللي هو خلص خلصوا بالنوب بالله عليك كله بخلص اصحابك كمل كمل ابو السيك خلص ابو السيك ابو السيك يلا زيك اكثر مشهد بحبه بصراحه واحد ضرب واحد هاي طلعت الترند صارت فيديوهات اسمع حسن بدنا نشكر الناس بلش بلش شكرا شكرا يلا 3 2 1 يلا روح ابوس ايديك لا لا يا ياسر يلا 1 2 3 واحده جد يلا ماشي يلا وبن كلمه واحده جد واحده بالنهايه اعمل لي اياها 1 2 اند اكشن ومنحب نشكركم كتير خلص خلص سلام يلا يلا ده واحد اثنين ثلاث وخلص احكي ابسك بصير بصير اخر تيك اخر تيك احكيها يا احكيها يا احكيها يا سمح لي يا ربي يا الله المجحم انا ام ناجي المجحم انا اسمي ام ناجي يا حبيبي طمن يا مجحم يا ربي يا مجحم يا الله ابويا قال كلمة صح احلى ثلاث حلقات في الموسم يعني بصراحة بقدرش احكي لك انا كلهم يعني انا اللي عاملهم عرفت انا حبيبهم كلهم بس ممكن الاعاقه فينا انها مختلفه صراحه تبعت الامهات لانه انا كاتبها من زمان فكنت حبيبها ابو كل شيء لابو تالا صراحه قلب اخته بصراحه التوب 3 كلهم ما بعرف خلي الناس السؤال لكم شو احلى ثلاث حلقات حبيتوهم اكتبوا لنا تحت هلا حلقة الإعاقة فينا احنا حبينا نحطها في آخر الموسم عشان الناس متعودة علينا بطابع كوميدي وهذا اللي احنا بنشتغل عليه دايما بس حبينا نسلط الضوء على فكرة ما بنفع تنطرح بقالب كوميدي يعني انا ضد تسميتي كشخص مؤثر ما بحب الكلمة يعني كبيرة على الشخص انه يحملها بس لازم الواحد يستغل الحب اللي عند الناس والشعبية اللي عند الناس فانه يوصلهم افكار جد لازم نسلط الضوء عليها يعني ذوي الإعاقة مش كتير الناس بتحكي عنهم دايما هاي الفيديوهات ممكن نشوف شغلات بتشبهها في ورش بتعطي توعية لهذا الموضوع بس للناس عامة مش كتير عم نشوف فعشان هيك حبيت يعني أسلط الضوء على هيك قضية كمان من الشغلات الصراحة اللي ساعدتنا في الموسم هذا إنه نطلع إشي حلو إنه الجو العام صراحة كان لطيف يعني أنا واحد من الناس لما أجي أوقف قدام الكاميرا وبحس في نكد أو في هيك تنشن عم بصير وراء الكاميرات بيأثر علي بس السنة الحمد لله لا صدقا كان الإشي مريح
كنت ماخذ راحتي يعني، فالحمد لله طلع الاشي حلو. عليك بريش الحق. طبعا هذا العمل بالذات هذا السيزون كان غير عن اي سيزون تاني. يزن سلمني منتج هذا العمل والحمد لله طلع حلو، اثبتت حالي زي ما انتم شايفين. وكان اصعب اشي واكثر اشي تحدي بالنسبة لي اني احكي مع اصحابي اللي انا متعود اشوفهم كل يوم جدية. كيف بدي احكي معهم بجدية؟ تافهين، هذول اتفه من ما تتصوروا. ما بقدر احكي معهم بجدية لانهم بديش اسب. ما بدي اسب. كاش تسب قلت لي اه؟ طب روح انصرف. احترم حالك. كل المقاسي طلعت المقاسي. بديش اسب. اكثر اشي كان مريح بالنسبة لي صراحة المقابلة هاي، يعني حسيت حالي مرتاح، الكلام عم بيطلع لحاله. فخلنا نعيد. واحد اثنين لضيق الوقت. اوكي يلا واحد اثنين ثلاث. هلا لضيق الوقت اللي كان يكون مع ضيق الوقت، شوفت ضيق الوقت او ضيق كيف تنحكى الحلقه. يلا واحد اثنين ثلاث. مح واحد اثنين ثلاث. مخ مشحل اللي بكون مشحل. دخل. لو مجحم بيحكيها اسهل بتطلع، عرفت كيف؟ قسما بالله مشيت كان زي العسل يا اخوان. كيف تنحكى؟ يعني ما اضطرينا نعيد ابدا. بالنهايه يا جماعه حابب اشكركم، حابب اشكر الجمهور اللي حضرنا وتابعنا وشجعنا. يعني احنا كنا حريصين انه نقرا تعليقاتكم، كثير بتشجعنا وبتخلينا متحمسين انه نقدم اشي احسن المره الجاي. حتى الناس اللي انتقدتنا نقد بناء، يعني بالعكس احنا مبسوطين بهذا الاشي وراح نحاول نشتغل عليه اكثر. بنحبكم، ان شاء الله المواسم الجاي بتكون احلى والشغل الجاي بيكون احسن. الى اللقاء. يا جماعة نقدر نحكي لكم انه خلصنا. افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بجاب عباد الحارة في سيارة موتورها كحل الشاب طيارة اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي والشباني والهندي مش طلياني أكون تبعد مكاني لا تقول لي تاني ولا